السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هابي لايف لوليتا. اليوم سنقدم لكم وصفة سمك دوغات في الفرن مع الأرز. بالنسبة للمكونات نحتاج سمكتين دوغات، قطع طماطم مقطعة بالطول، بصل مقطع دوائر، شرائح من الليمون، ملح وفلفل أسود وزيت، فصوص من الثوم، وبقدونس. بالنسبة لطريقة التحضير، أولا نبدأ بالسمك، نقطعه من الأطراف بهذا الشكل. نقطع السمكة الأولى ثم السمكة الثانية. نقطعها بهذا الشكل لكي تستوي جيدا، وأيضا سنضع في ذلك المكان قطع ليمون. في طبق يدخل للفرن نضع كمية من الزيت، ثم نفرش طبقة من شرائح البصل، لكي لا نضع السمك مباشرة على الطبق، نضع البصل الآن. نبدأ بوضع حبات الطماطم المقطعة بالطول. بالنسبة للسمك نضع له من الأطراف كمية قليلة من الملح ومن الفلفل الأسود. نضع السمك فوق الطماطم نضع الليمون نضع السمكة الثانية الليمون بنفس الطريقة نقطع الثوم ،
ونقطع البقدونس. نضع كل من الثوم والبقدونس بهذا الشكل. نضع كمية قليلة من الزيت. ثم نغطي الطبق بورق زبدة ثم ورق الألمنيوم. ندخله الفرن بالنسبة لتحضير الأرز، نحتاج قطع زبدة، توابل أرز، أرز، ملح وفلفل أسود وزيت. في مقلاة نضع الزبدة مع الزيت. نضيف البصل نترك البصل يتقلى قليلا مدة 5 دقائق. في كوب نضع أرز، نضعه في المقلاة. نخلط الكل جيدا بهذا الشكل. نضيف توابل الأرز مقدار ملعقة صغيرة. فلفل أسود. ملح. نخلط الكل. الآن نضيف الماء الساخن. بنفس الكوب السابق نضع كوبين
نظيف شعيرية كنا قد حمصناها في المقلاة، حمصناها حتى يصبح لونها ذهبي، نضيفها مع الأرز. نغلق المقلاة ونترك الأرز يطهى. بعدما طهي الأرز نتحصل على الأرز بهذا القوام. الماء الذي أضفناه قد تبخر، بالنسبة للتقديم في طبق وضعنا خس مقطع بهذا الشكل، وقطعنا قطع من الطماطم، السمك بعدما طهي، نضع السمك فوق الخس بهذه الطريقة. وفي النصف الآخر من الصحن نقدم الأرز. وهنا كنا قد طهونا بنفس الطريقة نوع آخر من السمك.